أزعج. فاكرين لما اتكلمنا انه احيانا بيكون في روايات مشهوره جدا لدرجه ان احنا نتخيل ان احنا عارفينها ومش محتاجين ان احنا نقراها؟ احنا اتكلمنا عن الموضوع ده تحديدا في حلقه ماري شيلي لما كنت بتكلم على روايه فرانكنشتاين. جاي اتكلمنا عنها في حلقه الحاجات اللي انا عايزه اقراها في 2019 وبالتالي الكتب اللي كنت عايزه اشتريها من معرض القاهره للكتاب وقتها. حلقه النهارده تعتبر نتاج منطقي للكام حلقه اللي انا اتكلمت عليهم دول اللي هتلاقوا اللينكات بتاعتهم في الديسكربشن. انا النهارده هتكلم على روايات معروفه قريتها وفاجئت. الروايه الاولى الغريب لألبير كاميو. الغريب هي الرواية الأولى للكاتب الفرنسي ألبير كاميو. تقريبا مفيش حد ما سمعش اسمها أو قرأ عنها في كتاب ما. من كتر ما قرينا عنها أو قرينا لناس متأثرين بأسلوب كاميو أو متأثرين بالرواية نفسها رواية الغريب متخيلين إحنا خلاص عارفين اللي فيها ومش محتاجين أبدا إن إحنا نبص عليها. الرواية تم ترجمتها تقريبا لكل لغات الدنيا ويمكن في نفس اللغة تم ترجمتها أكتر من مرة. يعني في كذا ترجمة ليها في العربي ولكن الترجمة اللي أنا قريتها تحديدا كانت صادرة عن دار الجمل بترجمة محمد آيت حنا. أنا لما قريت الرواية دي اكتشفت العكس تماما. مش ان انا كنت عارفة معلومات مغلوطة عن الرواية ولكن انا كان لازم اقراها من زمان جدا حتى لو انا عارفة الرواية وبدايتها ونهايتها وكل اللي فيها معمول ازاي. قراءتها تجربة مختلفة تماما. عنصر المفاجأة يعتبر من العناصر المهمة في العمل الادبي. يعني حلو قوي انه ان انت تقرا الروايه وتبقى مش عارف ايه اللي هيحصل في الصفحه اللي بعدها وبالتالي تبقى طول الوقت عايز تقلب الصفحه وتخلص الشابتر علشان توصل لتبرير منطقي للاحداث اللي بتحصل. ولكن هو مش العنصر الوحيد اللي موجود في العمل الادبي او في الروايه. اللهم الا لو بنتكلم على روايه بوليسيه او روايه غموض هو مش العنصر الوحيد في الروايه. والا ايه المبرر اللي بيخليك تقرا نفس الروايه اللي قريتها اكتر من مره انت عرفت اللي فيها؟ او ايه اللي بيخليك تقرا روايه مره وتشوف فيها حاجات معينه ما تعجبكش وبعدين تقراها مره تانية تلاقيها روايه عظيمه جدا او العكس تقراها وتعجبك وبعدين لما تقراها تقول ايه ده انا ازاي كان عاجبني القرف ده قبل كده. كمان في الروايه دي بيحكي عن بطل لا مكترس لا مبالي مفيش اي حاجه فارقه معاه في الدنيا. امه ماتت راح يدفنها ورجع بدون ما يقدر ينزل دمعه واحده عليها. شخص فقد القدره على الشعور بالاشياء او الارتباط بالاشخاص. مفيش اي شيء بيحرك رغباته او مشاعر. بيتم اتهامه بجريمة قتل ولكن حتى المقصلة ما بتقدرش ان هي تغير شعوره تجاه الاشياء. العبقرية في الرواية دي ان انت بعد ما هتنتهي منها هتلاقي ان كل المعالجات اللي بتحصل جوه دماغك للاشياء اليومية اللي بتحصل بيتم رؤيتها بشكل كبير من وجهة نظر ميرسو. فاذا حصل شيء تافه جدا وضايقك هتلاقيه ميرسو بيتكلم جوه دماغك وبيقولك خد اتهل العكنانه اللي انت عاملها في نفسك دي. مش عشان هو شخص متفائل لا سمح الله ولكن هو اساسا ده شيء كبير جدا لا يستحق ان الواحد يشعر بيه او يديله وقت او جزء او طاقه من حياته. واحيانا وهنا تبدا تقلق لما تلاقي في شيء جميل جدا حصل في حياتك يستحق السعاده والاحتفال وتلاقي في صوت ميرسو برده طالع من جوه دماغك بيقول لك انت فرحان على ايه كله رايح. الكتاب التاني اللي عايز اتكلم عليه النهارده هو صداقه مع ابن شقيق فيتجنشتاين للكاتب النمساوي توماس برنارد. الرواية دي بتنتمي للكاتيجوري اللي بيسموه مودرن كلاسيك. والمودرن كلاسيك ده كاتيجوري تريكي جدا لانه في ناس كتير مش بتبقى فاهمه هو امتى يبقى كده وامتى يبقى حاجه كونتمبرري او معاصره وامتى يبقى كلاسيك. يعني هي التصنيفات دي ما بتعتبرش دقيقه قوي ولكن اللي تم التعرف عليه يعني او اللي تم الاصطلاح عليه هو ان الروايات اللي اتكتبت بادوات او في وقت مختلف تماما عن اللي احنا موجودين فيه دلوقتي الحاجات انت يو كانت ريليت تو ما بتقدرش ان انت تتعرف عليها بسهوله بدون ما الكاتب يقول لك هو ده ايه. دي الروايات الكلاسيكيه. فنرجع بقى نشوف جوتا كتب ايه ونشوف الاخوان جريم كتبوا ايه يعني غيرها من الكلاسيكيات العالميه اللي موجوده في الادب العالمي كله. لكن روايات المودرن كلاسيك دي هي روايات اقرب لينا اقرب للعصر اللي احنا فيه وبالتالي انت بتقدر تتعرف على الاشياء اللي الكاتب بيحكي عنها من غير ما هو يفضل يقول لك هو الشيء ده شكله عامل ازاي. التطورات التكنولوجيه اللي احنا عرفناها الاساسيات بقى في عربيه بقى في طياره بقى في قنبله بقى في اله كاتبه الحاجات دي مش محتاج حد يوصف لك هو ده كان ايه. يعني حتى لو احنا مش بنستخدمها حالا ولكن انت عارف هو ده ايه بدون ما الكاتب يوصف. وبرده الناس اتفقت على ان الروايات اللي بتنتمي للكاتيجوري بتاع المودرن كلاسيك ده هي الحاجات اللي اتكتبت بعد الحرب العالميه الاولى والثانيه لان دول اكبر حدثين حصلوا في العالم لحد دلوقتي وخلوا اللي قبلهم مختلف تماما عن اللي بعدهم. فانا بنتكلم في فتره الخمسينيات تقريبا. والحقيقه ايضا ان انا الحاجات اللي اتكتبت في الفتره دي او اي حاجه بتنتمي من اي نوع ادب يعني من اي لغه بتنتمي لفتره المودرن كلاسيك بتطلع غالبا حاجه عظيمه جدا وبحبها.
تدقى مع ابن شقيق فيتجنشتاين فاجئتني. الرواية فاجئتني علشان كذا حاجة. اول حاجة لان هي رواية المفروض بيوغرافيكال، فالكاتب يتكلم عن تجربة حقيقية حصلت له في حياته. هو رجل يعني مثقف وكاتب ويتكلم على ابن شقيق الفيلسوف الشهير لودفيج فيتجنشتاين، وبالتالي هم ناس يعني دماغهم متكلفة ودماغهم تقيلة، ومتوقع هسمع كلام عن المزيكا وهسمع كلام عن الكتب وهسمع كلام عن الفلسفة، لكن ما كنتش متوقع انه هيطلع ان هي رواية بهذا القدر من الرقة والرومانسية. الرومانسية هنا مقصود بيها انه مش المعنى التقليدي للجملة، هي مش رواية عاطفية بتحكي عن قصة حب، ولكن بتحكي عن قصة صداقة جمعت ما بين الكاتب نفسه وبين ابن اخو فيتجنشتاين ده. هما الاثنين كانوا موجودين في مصحة، ولكن الكاتب كان موجود في القسم الخاص بأمراض الصدر لانه كان عنده مشكلة في الرئة، وابن اخو فيتجنشتاين اللي هو باول كان موجود في قسم الامراض النفسيه. الروايه دي رغم صغر حجمها الا انها بتحمل في طياتها او ما بين يعني سطور افكار كتير قوي صعبه وتقيله، وبتخليك تفضل تفكر فيها حتى لو ترجع لها تقراها اكتر من مره. الروايه كانت مبهره على كل المقاييس، خصوصا ان انا ما كنتش سمعت عنها اي حاجه قبل ما اقراها، ولذلك هي من الروايات الكبيرة. الكتاب الثالث المسلخ رقم 5 للكاتب الامريكي كيرت فونيجن. الكتاب ده انا هقول لكم ان انا سمعته بالانجليزي على اودبل، والجدير بالذكر برضو ان الكتاب صدر باللغة العربية ومترجم بالفعل عن دار كلمات الكويت، فبرضو اللي عايز يقرا بالعربي هيقدر يلاقيه بسهولة. الرواية دي مش سيرة ذاتية لكيرت فونيجن، مع ان انت اول ما هتبدأها هتحس انها مدية على سيرة ذاتية، ومش رواية تقليدية عن الحرب العالمية الثانية اللي والله العظيم هعمل لها حلقة مخصوص بناء على طلب الجماهير، ولكن دي حتى مش رواية تقليدية عن الفترة دي، ولا هي في المطلق رواية عادية تقراها وتنساها. دي رواية من الحاجات اللي بتقراها وتفضل تتبعها بعد كده كأسلوب حياة. السؤال الأول، هي رواية ليه اسمها اسم غليس كده المسلخ رقم 5؟ رواية بتتكلم أو الثيم الأساسي للرواية هو كان قصف مدينة دريسدن الألمانية في نهاية الحرب العالمية الثانية، وده كان قصف وحشي جدا، ولكن يعني ما كانش ليه تغطية إعلامية ضخمة زي اللي حصل في قصف مدن تانية، لكن ترتب عليه قتل آلاف المدنيين، ولحد دلوقتي محدش فاهم هو ايه كان سبب وحشية القصف ده، خصوصا ان النازية كانت في نهايتها والحرب خلاص بتفنش، كانش في داعي ان انت تعمل كل ده. المهم ان كيرت فونيجت كان من جنود المشاة الموجودين جوه المدينة دي، واحتمى هو واصحابه الاصدقاء من الجنود يعني في مسلخ تحت الارض لحفظ اللحوم، كان اسمه المسلخ رقم 5، وده كان السبب في حفاظه على حياته. دي مش قصة الرواية، دي نقطة البداية. ليه الرواية دي مش رواية عادية؟ الرواية دي مش عادية لان ابطالها مش اشخاص، ابطالها الزمن، نظريات فيزيائية، شوية ميتافيزيكا كده وما ورائيات، ولكن مش الاشخاص باي شكل من الاشكال. البطل بيقدر يتحرك في كل الاتجاهات بدون اي حد يمنعه ان هو ما يعديش بعد كده، لانه بعد كده مش منطقي او ملوش معنى. كأن كيرت فونيجت وهو بيكتبها تحرر من كل الاشياء اللي ممكن تتحط على الدماغ علشان تقول لها ينفع وما ينفعش. هي ايضا رواية فلسفية بتناقش بكوميديا سوداء السؤال الازلي، يعني خلوني اقول ان الكاتب كان بيتمتع وهو بيحاول يجاوب على السؤال الفلسفي ده بحس دعابي رفيع الطراز، ورفيع الطراز دي مش افوره، هو فعلا حس دعابي شيك، والانسان مسير ولا مخير، ولانه مش عايز يديك اجابه او مش قادر يديك اجابه، ان كل جمله على لسان البطل بتخلص بهذه الجمله اللي بتقول so it goes، وهو ده اللي حصل وهو ده اللي صار. اعتبر ان الروايه دي بونبونايه الحلقه، فحاولوا ان انتوا تقروها فعلا. بس كده اكتبوا لنا في الكومنتات ايه الكتب اللي انتوا قريتوها وتقدروا تقولوا ان انتوا فعلا اتفاجئتوا بيها، اما انها طلعت حلوه قوي او وحشه قوي، ايه الكتب اللي الناس كلها بتتكلم عنها وانتوا لسه ما قريتوهاش وتعتقدوا ان انتوا ممكن تقروها قريب، واهم حاجه ايه من الكتب اللي اتكلمت عليها النهارده في الحلقه بشجعكم ان انتوا ممكن تقروه عشان نقدر نتكلم على حاجات تانية شبهه في المستقبل. وسنونا الاسبوع الجاي على جديده من دول الكتب. شكرا.